هنا أيضا سائل يسأل عن حدث خلاف بين مصلين في أحد المساجد، بين بعض المصلين يريدون أن يصلوا متباعدين والبعض الآخر يريدون أن يلتصقوا في الصفوف، وربما وفق بينهم الإمام بحيث أن جزء منهم يصلي ملتصق بالصفوف والجزء الآخر من المصلين يصلون متباعدين. فما حكم الصلاة في مع تباعد المصلين في مثل هذه الأحوال؟ المطلوب أن تتم الصلاة مع التباعد، وتسقط السنة، سنة التراص تسقط، لأنه يترتب عليها ضرر، يترتب عليها ضرر، والله عز وجل يعني ينهانا عن الضرر، ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، والتراص في الصفوف هو سنة وليس فرضا. لو الناس ما تراصوش في الصفوف وتركوا فرجا، هل هناك أحد من أهل العلم يقول إن الصلاة باطلة؟ ما في. فالذي يقول هذا الكلام يتكلم بكلام من رأسه هكذا، ليس له عليه دليل ولا برهان. تسوية الصفوف باتفاق المسلمين والعلماء أنها سنة من سنن الصلاة، ولم يقل أحد إنها فرض من فرائض الصلاة. فلماذا يعني نحرص ونقول لابد من إقامة هذه السنة ولو كان فيها ضرر وتهلك للمصلين؟ هذا لا يقوله عاقل ولا يقوله فقيه ولا يقوله يعني شيخ يعني يعرف الأحكام الشرعية. فالمطلوب منهم أن يصلوا في المساجد ولا يقفلوا المساجد، هذا كلام نادينا به من أول ما بدأت هذه الأزمة، كنا قفل المساجد لا يجوز لأنها لم تقفل في وقت من الأوقات على مدى تاريخ الإسلام، وما حلت فيه من مصائب ومن أوبئة ومن نكبات، المساجد لم يصدر أمر بإغلاقها، لا يجوز هذا، يصلى فيها ولكن يؤخذ فيها بالاحتياطات المطلوبة، ومن هذه الاحتياطات هي لبس الواقيات يسمى الكمامات والتباعد واحضار السجادة والأخذ بالأسباب المطلوبة، كلها يجب أن تطبق. وإذا كان المسجد فيه من لا يريد أن يطبق، يفترض على الجهة المسؤولة عن المساجد أن تستدعي جهات أمنية، وكل من يخالف النظام العام الذي يحافظ على صحة الناس تؤدبه، يؤدب، يجوز تأديبه بالسجن ولا بالضرب ولا بسوء من الصور حتى يستقيم أمره ولا يتصرف تصرفا يضر بالآخرين. هذا هو الذي ينبغي أن يكون لو كان هناك ضبط وربط، ولو كان هناك مساجد هناك من يقوم عليها ويهمه أمرها، هذا الذي ينبغي أن يكون. أما أن يبقى الشجار داخل المسجد مجموعة تصلي متفرقة ومجموعة تقول لابد أن نصلي مجتمعين، ثم بعد ذلك يحصل خصام وشجار بينهم، فالحكم ينبغي أن تصدر فتوى شرعية تبين الحكم الشرعي ولا يترك الناس لأهوائهم. ثم من لا يلتزم بالفتوى الشرعية الصحيحة ينبغي أن يؤدب ويستعين إمام المسجد بجهات أمنية تفرض الصورة الصحيحة المطلوبة شرعاً.